السلام عليكم الخوت، ومرحبا بكم مجددا في توقعات مباراة كرة القدم اليوم الخميس. أتمنى تكونوا بخير وصحة جيدة. اخترت لكم مجموعة من المباريات الأوروبية والعربية والدولية. ما نطولش عليكم، نبدأ بأول مباراة من الدوري الإماراتي بين فريق خرفوقان مع فريق النصر. إذا مشينا لترتيب فريق النصر في المرتبة الرابعة، خرفوقان في المرتبة 13 بصفر نقطة. آخر مواجهة عرفت فوز خرفوقان 4-0، النصر 3-0. حنا المهم هاد المباراة دي لعبوها، عدد أهداف المباراة أكثر من 3 أهداف بليش دي طوابيت. ننتقل للمقابلة الموالية من اليوروبا ليج بين فريق فاينور مع فريق شتورم جراس في الجولة الثانية. فريق فاينور اللي كان هزم في المباراة الأولى مع لازيو، شتورم جراس كانت ربحت ميديولاند بواحد بلا شيء. المباراة في فاينور يبغي يعوض الخسارة الماضية وينتصر في هذه المباراة. حنا المهم هذه نلعبو فوز فريق فاينور، هذه المباراة فيكتوار دو فاينور. تقوم مقابلة موالية كذلك من الدوري الأوروبي بين فريق كاراباخ أذربيجاني مع نونت الفرنسي. فريق نونت اللي كان فاز في المباراة الأولى على فريق أولمبياكوس 2-1. فريق كاراباخ اللي انهزم أمام فريق فريبور 2-1. المهم هاد المباراة غادي نلعبوها فوز أو تعادل كاراباخ، دوبل شونس دو كاراباخ، فوز أو تعادل كاراباخ دوبل شونس. تقبل المقابلة الموالية بين فريق زالجيريس الليتواني مع فريق بازل السويسري. بازل اللي كان تصدر في المرتب في عفوا في المر في المقابلة الأولى 3-1 على فريق بيونيك 3-1. فريق زالجيريس اللي كان تعادل بصفر نيميت ليه. حنايا المباراة هادي لعبوها كلا الفريقين يسجلان في المباراة جول اي دي زيكيب فو ماركي دون سو ماتش. تقبل المقابلة الموالية بين فريق الاتحاد السعودي وفريق الخليج من الدوري السعودي. فريق الاتحاد في المرتبة الرابعة 7 نقاط، فريق الخليج في المرتبة 13 بنقطة واحدة. فريق الاتحاد فريق قوي، حنا المهم غادي نلعبو فوز فريق الاتحاد في هذه المباراة، فيكتوار دو ليكيب لوكال دو الاتحاد. تقبل المقابلة الموالية من الدوري التشيلي من فريق باليستينو مع فريق يونيفرسيدا دي تشيلي. إذا مشينا لترتيب فريق باليستينو في المرتبة الرابعة 27 نقطة، فريق يونيفرسيدا في المرتبة 13 23 نقطة. آخر مواجهتين عرفت فوز باليستينو خارج الميدان، وبعد مباريات خلصت التعادل. حنا المهم هاد المباراة غادي نلعبو فوز فريق باليستينو على فريق يونيفرسيدان، لا فيكتوار دو باليستينو. عفوا، تقبل المقابلة الموالية من الدوري الأوروبي بين فريق بيتيس مع فريق لودوغوريست البلغاري. نمشي للترتيب، كلا الفريقين فازوا في المباريات السابقة. بيتيس كانت انتصرت على هاجري هيسينكي 2-0. فريق روما كان هزم تبع فريق لودوغوريست. هاد المباراة هادي لعبوا فوز فريق بيتيس في هذه المباراة، هذا الاحتمال الأول. كذلك يمكننا نلعبوا هاد المباراة كذلك بليز دو تروابيت
او لا فيكتوار دو بيتيس. انتقل المقابلة الموالية كذلك من الدوري الأوروبي بين فريق براغا وفريق يونيون برلين. فريق براغا كان انتصر في المرة الأولى مع مالمو، يونيون برلين كان هزم مع فريق رويال البلجيكي. فريق براغا في الدوري انتصر في جميع المباريات عكس فريق يونيون برلين، مباريات متعثرة، تعادل وهزيمة وفوز. هنا هي المباراة اللي لعبوا كذلك عفوا المباراة اللي لعبوا براغا تسجل أكثر من هدفين، أكثر هدفين فما فوق بلوس دو 1.5 بلوس دو 1.5 دو براغا. براغا تسجل هدفين فما أكثر. انتقل المقابلة الموالية كذلك من عفوا من المؤتمر الأوروبي بين فريق ار اف اس الليتواني لاتفي مع فريق هيرتس الاسكتلندي. إذا مشينا لترتيب فريق ار اف اس كان تعادل في المباراة الأولى مع فريق فيورنتينا، هيرتس كان هزمت بأربعة أهداف لا شيء أمام فريق باساك شهير. هذه المباراة هذه لعبوها عدد أهداف المباراة أكثر من 3 أهداف بلوس دو تروا بيت. أنا كنحاول في المباريات اللي كنختار كذلك كنحاول نختار بعض لي كورت اللي يكونوا شوية طالعين باش تكون ربحة كبيرة. نتمنى الخير للجميع. بلوس دو تروا بيت. انتقلوا اخر مقابله في هذا الفيديو من عفوا القسم الوطني الثالث الايطالي بين فريق كالتشيو وفريق بيسيرنو. الجوله الثالثه كلا فريق عندهم نفس النقاط، ثلاثة نقاط. هنا المهم هذه المباراه هذه لعبوها بلوس دو تروا بيت، عدد أهداف المباراة أكثر من 3 أهداف بلوس دو تروا بيت. نتمنى نكون ما طولتش عليكم في الفيديو. نتمنى التوفيق للجميع. تهلاو في ريوسكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء، إلى فيديو آخر إن شاء الله.